السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوة والأخوات، تحياتي لكم جميعا. صحة فطوركم، صحة لسحوركم. أخ عبد الخالق، سمير، أخ أنيس، أخت سمية، سمير، ننتظرك ما يلتحقوا اخوه من اللي راهم يسحروا، ولا نبداو في الحوار. اخ سمير، اخ قصاب، اخ احمد، يوسف، مرحبا بك الأخ آدم. الإخوة، إذن نحل التعليقات ونبدأ إن شاء الله في هذا المداخلة نتاعي. كلكم الآن راهو صار على اطلاع بما يجري في الجزائر منذ بدء الحراك هذا يوم 22 فبراير، وكلكم تعلموا أن هذا الحراك هو لم ينطلق من ذاته، وإنما كانت هناك تراكمات اللي هي وصلت الناس لهذا الحراك. قبل ما نبدأ نحكي أنا على هذه القضية نتاع إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 4 جويلية، الرسالة اللي وجهوها مجموعة من المشايخ والدعاة وعلى رأسهم رئيس نتاع الجمعية نتاع العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم، اللي هو راهو رئيس نتاع الجمعية بشكل رسمي، ومعه مجموعة من الدعاة ودعاة معروفين يعني على المستوى الوطني وحتى على المستوى الدولي، يعني وأذكر من بينهم بلغني هو أنه اسمه الداعية والدكتور العربي كشاط، معروف يعني جدا في باريس، كان يؤم مسجد تاع ستالينغراد، راه من الناس يعرفوه في باريس، يعني واحد من الناس اللي هما زكوا هذه الرسالة اللي وجهها مجموعة من الدعاة. قبل ما نبدأ نحكي على هذه الأمور لابد هو أن نعود ونرجع، لأنه الآن راه صار فيه انقسام واضح، ولو أنه فيه ناس اللي هما حابين يخفيوا هذا الانقسام خوفا من اتساع الشرخ، لانه انا هذا الانقسام لم اتحدث عليه اليوم، وانما تحدثت عليه منذ البدايه، وكنت احذر. تسجيلات راها موجوده وموثقه، وبامكان اي منصف، اي انسان يحب يطلع يعاود يرجع لها، راها موجوده في الصفحه نتاعي. بالنسبه للاخوه اللي ربما ما يعرفونيش، هذا وين جاو للانترنت، يروحوا يكتبوا فقط في اليوتيوب نور الدين خبابو، يدخلوا للصفحه نتاعي ويطلعوا الارشيف نتاع هذه المداخلات نتاعي قبل هذا الحراك وبعد الانطلاق نتاع هذا الحراك. اذا قبل ما نبدا انا نتحدث على هذه الرساله، لانه هذه الرساله جاءت كنتيجه، وهذا الالغاء نتاع الانتخابات اللي ايضا جاء هو كنتيجه، لابد هو أن نرجع قبل بداية الحراك كيفاش كان الوضع ولو باختصار، حتى باش نفهموا فيما بعد تطور نتاع الأمور والكرونولوجيا نتاع الأحداث، وفيما بعد نحاول نلقاو حل للأزمة هذه اللي الآن راها موجودة. فقبل الحركة هذا نتاع 22 فيفري، كلكم تعرفوا من أنه بوتفليقة كان في وضع صحي لا يسمح له بالمزاولة نتاع النشاط نتاعو. في الوقت هذاك لما كنا احنا نتحدثوا، كانوا ناس اللي يقولك انت وانت واش دخلك وانت واش تعرف، وكانوا منهم اللي هو يلعق في الأحذية نتاع البوتفليقة والجماعة نتاعو، بل كان اللي هو يتهمنا بإثارة الفتنة
لما كنا نتحدث احنا على المأساة، كنا نتحدث على الجرائم، كنا نتحدث على الفساد. احنا نتحدث على الفساد وقولك سيدي اعطينا ملفات، اعطينا ملفات اخويا، انتم راكم غير تحكيوا هكذاك برك. كنا نتحدث على كثير من المواضيع اللي كانت من الطابوهات، كانوا يقولك باللي راكم تنشروا في الفتنة. والآن هذه المواضيع اللي كنا نتحدث عليها يتفاخرون بالحديث على القنوات الفضائية، يسرقوا في حتى التعليقات، حتى في المصطلحات اللي كنا نتحدث فيها منذ سنوات، ويردوا فيها على القنوات الفضائية، لأنه القنوات الفضائية احنا ممنوعين منها. يعني ذوك الإنسان اللي هو راهو ذوك يجي للانترنت يسمع بعض المصطلحات او يسمع بعض الكلام، يقول لك انت ودي انت تردد في كلام نتاع ناس راهم يتحدثوا فيه على القناه الفلانيه وعلى القناه الفلانيه. هو راهو العكس، راهم هذا الناس اللي هما كانوا يتحدثوا يسرقوا في اشياء اللي كنا نتحدثوا بها على الاذاعه نتاع وطني، على المنتدى نتاع بلا حدود منذ 2006، لما كنا ننتقدوا في هذاك الانتقاء نتاع المصالحه وإلى غير ذلك. وكثير من المواضيع اللي طرقناها الآن راه الناس تتحدث عليها، الموضوع نتاع بني مزاب، الموضوع نتاع الزواف، الموضوع نتاع الدول العميقة، نتاع الأرباب نتاع الجزائر، المافيا، كثير من المواضيع اللي راها موثقة والآن راها بدات الناس تتحدث عليها، لا سيما بعد الهروب نتاع بن علي في تونس. خاطر ثم من بعد الناس هذوك اللي هما كانوا ما يقدروش يتكلموا، كانوا يبعثوا لنا رسائل على الخاص وكانوا كذا، فجأة صاروا أبطال وصاروا شجعان وتحروا من الخوف وكذا، ومنهم اللي الآن صار يقول لك أنت شكون. إذن لابد هو أن نعود يعني ولو بشكل مختصر حول الوضع كيفاش كان موجود في الجزائر. كان إذن النظام متحكم في زمام الأمور، هذا الناس اللي راهم الان يتحدثوا وراهم هما يوجهونا في بعض الانتقادات والسب وكذا، هذوما الجماعه نتاع بن غبريط، مدرسه نتاع بن غبريط ومدرسه نتاع بن بوزيد، الله غالب عليهم مساكن، مازال راهم يتعلموا. دوكا لازم يديروا لهم عمليه نتاع فيطام ويبدا الوعي نتاعهم بشويه بشويه، حتى من بعد يصيروا رجال ومن بعد يبداو يفهموا الازمه. ايا من بعد، بعد 10 سنين 15 سنة من بعد يعاودوا يرجعوا واش كانوا يقولوا، يفهموا فيما بعد باللي راهم كانوا معاقين ذهنيا، من بعد بشوية يبداو يفهموا. إذا الوضع هذا كيفاش كان هو في المرحلة اللي نتاع التليقة، كيفاش كان؟ كانوا متحكمين في الاقتصاد، ملفات كما ينبغي، كل شيء تحتهم، الولات ورؤساء الدوائر وكان يهدد فيهم بالملفات هذوك نتاع الازمه نتاع المأساة مع فرنسا ومع امريكا. هاد الناس اللي كانوا هما في الجيش كانوا محاطين بهذه الملفات نتاع الجرائم. وكان هو دخل لهم بعد ما جابوه سنة 1999، وحنا كنا ضده في سنة 1999، ما انتظرناش 2019. جابوه هو كان يحرم الحديث على المصالحة ويحرم الحديث على المرض نتاعو، هذو زوج حوايج من المحرمات. ما تحدثش عن المصالحة، بالنسبة لهم المصالحة راهم داروها وفروها، الإنسان اللي يتحدث راهو مثير للفتنة وراهو هو يحب يخلط البلاد، والجزائر راها لبس عليها، اللي يتحدث على بوتفليقة يشبعوه لعن ويشبعوه سب. والمهم كنا يعني نعاني، كانوا متحكمين في الوضع كما ينبغي. الإعلام راكم شفتوا القنوات الفضائية، شفتوا قناة النهار وشفتوا قناة الشروق، شفتوهم كيفاش تعاملوا مع القضية نتاع شكيب خليل قبل وبعد، شفتوهم كيفاش تعاملوا مع القضية نتاع توفيق قبل ومن بعد، قضايا كثيرة، قضايا نتاع الفساد، قضايا نتاع الأخلاق. وكانت من بين الأحداث اللي قبل ما يصرى هذا الحراك نتاع 22 فيفري، أحداث ثلاثة اللي تقدر تقول هما كانوا بداية نتاع التحول. هذه الأحداث الثلاثة من بينها الحدث نتاع خونا عياش في المسيلة،
والحدث نتاع خونا أصيل بلالطة من البرج اللي قتلوه في بن عكنون، والحدث هذاك نتاع خونا من المدينة نتاع البويرة هذاك اللي جرفته السيول. يعني هذ الثلاث أحداث هذو كانوا مقدمة، لكن المرض نتاع بوتفليقة هو اللي كان صانع انسداد، بحيث أن الناس كانت مرات تسأل يعني شكون اللي راهو يعين، شكون هو اللي راهو يزيل، وشكون هو اللي راهو يزيح، شكون هو كذا. ولعلكم تتذكرون القضية نتاع الوزير هذاك اللي عينوه في 24 ساعة وراح، القضية نتاع رئيس الحكومة عبد المجيد تبون، وكثير من القضايا مخلين بنيويوي في القنوات الفضائية إلى اليوم، رغم الآن بدلوا شوية نتاع ديكور، ولكن مازال مانعين الأصوات المعارضة نتاع النظام نتاع الصح، واللي هي تتطرق وتضع كيما نقولوا الأصابع نتاعها على الجرح. هادو ممنوعين، ويجيبوا حتى ناس اللي كانوا في وقت من الأوقات ممنوعين، لكن ما دام راهم صاروا هما يؤيدون القيد صالح يفتحوا لهم الأبواب. المهم انت لما تعرض القيد صالح ولا تعرض هذا المجموعة هذو مسكر عليه. المهم إذا شفتوا الوضع كيف كان قبل الحركة نتاع 22 فيفري، ومن بعد فتحوا في هذا المجال نتاع الانتخابات الرئاسية، كانت الناس تتساءل يا هل ترى يرشحوا بوتفليقة يا هل ترى ما يرشحوش إلى غير ذلك، ودخلوا مجموعة في هذه الانتخابات من بينهم بن فليس، من بينهم مقري، من بينهم عبد العزيز بالعيد هذاك، من بينهم الجنرال هذاك اللي غديري، ودخلوا هذاك نكاز، هذاك غني مهدي، وش اسمه هذاك سبيسيفيك، وبداو يحركوا في الناس تما. وكانوا ناس لا يهمهم يدخل بوتفليقة الانتخابات ولا ما يدخلش، المهم هما داخلين للانتخابات ورايحين. تسجيلات راها موثقة باش ما يجيش واحد يلعب لكم على العواطف نتاعكم ومن بعد يصير راكم تعرفوا هذه التفاصيل. بداو ما يتحركوا، وكانوا هذو المجموعة، هذا غاني مهدي وهذا واسمه رشيد نكاز وهذا سبيسيفيك، من الناس اللي هما كانوا يمهدوا في الأرضية الناس اللي راهم راحين يجيو فيما بعد، من بينهم هذا الجنرال غديري اللي كان واضح في التصريح نتاعو يوم هو أنه دار الندوة الصحفية وقال لكم باللي راهو يريد الوصول للمرادية عن طريق طوفان شعبي، باش تعودوا تتذكروا. من بعد الشيء اللي حصل وش هو، ما كانوا يوجدوا في الأرضية، كانوا المجموعة نتاع المخابرات توفيق واللي معاه، والمجموعة نتاع قيادة الأركان، قيادة الأركان ممثلة في القايد صالح واللي معاه، كانوا ماشيين مع بوتفليقة. وكاين بعض الأمور اللي هي نقدروا نلقاو لها تفسيرات، أو نقدروا ربما ندخلوها في خانة الضرورات، نقدروا نفهموها، ولكن ما يجيش واحد يبلعطنا ولا يجي واحد هو يتلاعب على المصير تاع البلاد ويلقى هو تفسيرات كذا وكذا. القايد صالح كان ماشي مع الكلون نتاع بوتفليقة، المعارضين نتاعو هما جنرال توفيق وهذا غديري، وكانوا مجموعة اللي هما كانوا يراهنوا عليهم، من بينهم بن فليس، من بينهم هذاك عبد العزيز بالعيد، يراهنوا على مجموعة من المرشحين يراهنوا عليهم، وكانوا هذو يمهدوا في الأرضية. هذاك غاني مهدي الناس كامله على بالها باللي ممنوع من الترشح، رشيد نكاز نفس الشيء، وهذاك سبيسيفيك عنده ملف معاهم في القضاء، ولكن ما دام هما راهم فاسحين لهم المجال، الجماعه نتاع السلطه الممثله في الكلون تاع بوتفليقه هما كانوا خايفين من المقاطعه، وكان هذا نكاز يلعب في دور هو وهذا غاني مهدي وجماعة يتحركوا مخلي لهم الأمور، لا يدير تصريح نتاع تجمع ولا محزن يلم في التوقيعات، وكل يوم هو رايح للبلاصة الفلانية يدير في التجمعات هكذا، لا تصريح ولا محزن، مخليين عليهم يشتغلوا ويتحركوا كلهم من أجل حث الشباب على أجل باش يدخلوا في الانتخابات. هذا هو الهدف تاعهم هما، هذا المجموعة نتاع بوتفليقة، المجموعة نتاع المخابرات هما ماذا بهم كانوا يمهدوا لهم في الأرضية، لأنه راهم يخلقوا لهم في الأوضاع على جال باش هما يتحركوا في الوقت المناسب.
من بعد وش الشيء اللي صرا تذكروا شويه ولا لا؟ للاسف الشديد كثير من الشباب وكثير من الجزائريين وحنا كلنا يعني بطبيعه الحال للاسف الشديد ننساو ثمثم شو اللي حصل وش هو. قال لك راهم ينتظروا في المجلس الدستوري. هاي المجلس الدستوري واش كاين سيدي بوتفليقه يترشح ما يرشحوهش يرشحوه ما يرشحوش؟ واش قال؟ قال بوتفليقه راهو في سويسرا راهم هزوه على جناح السرعه وبداو ينفخوا في الاعلام هاو مات هاو كذا. تشفوا على نهار راشد نكاز كان في الجزائر ومن بعد طلع لفرنسا ومن بعد طلع لجنيف. تشفوا عليها ولا ما تشفوش عليها؟ والتسجيل هذاك اللي هم خرجوه وقالوا جماعة هاو مات وهاو كذا، وهذه كلها داخلة في تهيئة الظروف لهذا الموعد هذا نتاع 22 فبراير. هذه المجموعة نتاع المخابرات كانوا هما الهدف نتاعهم يحوسوا على جلب باش يمنعوا بوتفليقة من الترشح. هو كي قلت لكم انا منذ سنوات قلت لكم باللي راهو يعني الانسان اللي راهو يعتبر باللي بوتفليقة راهو يسير هذا راهو حمار جاي في الراس نتاعو متكسل. راني قلتها لكم وراها مسجلة وموثقة. ولكن هذا واسمه الجماعة نتاع القايد صالح واللي معاه هم على بالهم على بالهم باللي بوتفليقة راهو منتهي صحيا، ولكن مادام راهم يخدموهما من الوراء ومخليين درك هذا السعيد بوتفليقة يكاشي في أمور هكذا والله هما راهم يخدموا راهم يهيئوا في أرضية خليني عليهم. حتى إذا كان يكون بوتفليقة راهم رايحين يزيدوا يفوتوه للسانكيام موندا راهم معاه كانوا ماشيين معاه باش ما يجيش درك واحد انا يجبد لي تصريح في 2019 بعد هذا الحراك ويجي يقول لي انت باللي راك كنت تكون ضد القايد صالح. ايه نقولها بالصوت وبالصوره كنت ضده ولا زلت اليوم. درك نجي الامور بشويه. اذن هذه المجموعه كانوا هما مع بوتفليقه على بالهم باللي هما من غير بوتفليقة لأنه كلش تحت يديهم واسمه تاع الأمن ريكيبيروه المكان هذاك اللي كان فيه الغني عبد الغني الهامل المناصب الحساسة اللي هي كانت راها راح تشكل عليهم خطر كامل قلعهم قادة النواحي ومن بعد ويحيى خلاه في الحكومة لأنهم منعوه من الترشح باش ما يترشحش في الانتخابات الرئاسية. خلقوا مشكلة في حزب جبهة التحرير الوطني على جال باش هما يمنعوا رئيس المجلس الشعبي الوطني هذاك بوحجة باش ما يقومش بدور منعوه وخلقوا وضع يعني سكروا كلش. وتعرفوا الدستور راهو يعدلوه وداروه على المقاس نتاعهم وعلى راه دوك الناس راه في ازمه الدستور داروه على المقاس نتاعهم. درك هاد الجماعه اللي هما كانوا في الجيش كانوا هما ينتظروا متى تتاح لهم الفرص باش هما يتحركوا في الوقت المناسب. وهاد الجماعه اللي هما في المخابرات نتاع توفيق والجماعه نتاعو نفس الشيء كانوا هما ينتظروا وقتاش تتاح لهم الفرص على جال باش هما يتحركوا في الوقت المناسب. الجماعة نتاع الخارج فرنسا والله ذيك فرنسا كانت هي مادام راها المصالح نتاعها راها ماشيه فليبقى بوتفليقة. الجماعة نتاع الامريكان مادام راها المصالح نتاعها ماشيه فليبقى بوتفليقة لا يهمهم. الامور وقتاش بدات تتبدل؟ درك هاد الجماعة نتاع المخابرات قلت لكم انا في بداية الحراك كان جانب من هذا الحراك كان يعني يتحرك بإعاز الكلام تاعي راه موثق ومسجل لا شك هو أنه كاين فيه جانب مفتعل جانب واسمه جانب عفوي لكن فيه جانب مفتعل. هما كانوا يراقبوا في الأوضاع وكانوا يتحينوا في الفرص
ولا سيما مثل ما قلت لكم كانت هناك هذه الأحداث الثلاثة اللي هي بدأت يعني الشعب خلاص يا صاحبي يقول لك أنا هذه الدولة بعد 50 سنة يا صاحبي السيد يموت في أنبوب، ما مش قادرين يحميوه، ما مش قادرين يمنعوه، هذاك يقتل في الجامعة بسكين، يذبح في الجامعة وناس ما تقدرش تتحرك، الآخر رجل الإنقاذ صار هو محتاج إلى إنقاذ. الناس خلاص، الناس لحقت لواحد المستوى خلاص يعني صارت مهيئة للانفجار. والشيء اللي هو زاد كيما نقولوا الطين بالله هو التجمع هذاك اللي داروه في قاعة تاع البيضاوية. ثم النهار خلاص لعلكم الإخوة اللي تبعتوا المداخلة تاعي راكم شفتوا بعض المداخلات وين أنه أنا خلاص يعني صرت نقول في واحد الكلام كبير. خلاص الناس لحقت لواحد المستوى يا صاحبي خلاص. من بعد انت تشوف يراك انت الجزائري القح، انت الجزائري ابن عن جد، تمنع من الدخول نتاع بلادك ما يعطوكش جواز سفر، ويجيك واحد موش جزائري اصلا يتحكم لك انت في خيرات وفي ثروات تاع البلاد خلاص. وراني قلت انا قبل ما يخرجوا يقولوها في الشارع الناس اللي تبعتوا التسجيلات نتاعي راكم على بالكم بالتفاصيل، لا ربما راه منكم حتى اللي راهو حافظ منها بعض التسجيلات. إذا كانت الأمور مهيئة. درك لما خرج لما هما داوه لسويسرا حركوا هذه الجماعة عن طريق الخارج عن طريق القنوات الفضائية وبداو ينفخوا. بداو ينفخوا هذاك التجمع نتاع قاعة حرشة، وكانوا جماعة يحركوا فيهم عن طريق الاستاد باش تعرفوا درك هذه الجماعة اللي راهم يتحركوا هذه الأيامات وحابين على جال باش هما يمانيبيليو الناس. حركوهم عن هذه الجماعة اللي يخدموا في الصطادات يديروا في هزيج ويديروا في اللافتات هذوك وكذا، بداو يحركوا فيهم جماعة تحركوا في البداية. بدات هذيك نتاع يا بوتفليقة يا المروكي ما كانش العهد الخامسة، من بعد فلتت الأمور من يديهم. لما فلتت الأمور من يديهم شعب تسمى كان يحوس غير وقتاش تجيه الفرصة. جاتو الفرصة، شعب خرج بدا يتحرك على عبر الولايات. هذه الجماعة نتاع واش اسمو جماعة نتاع المخابرات واش بداو يديروا؟ نعاود نذكركم التسجيلات راها مازالها موجودة موثقة والكلام تاعي شافي عليه. درك هما لما عمهم الشعب في الجزائر واش حبوا يديروا؟ ما قدروش في الجزائر، بعثوا جماعة للخارج، هذيك زبيدة عسول وسفيان جلالي وكذا، حركوهم من الخارج على جال باش عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية يصيروا هما يحركوا في الناس داخل في الداخل، لأنه الجماعة تخرج من المساجد. لما تخرج الجماعة نتاع المساجد شكون هما اللي راهم رايحين فيما بعد وما يتحكموا في الشارع؟ هما الإسلاميين. وكنت أنا منذ البداية كنت نوجه في رسائل نتاع تنبيه وتاع تحذير وبالاكم، خاطر هما كانوا معولين على جال باش يضربوا، كانوا مستعدين على جال باش يقتلوا. راني قلتها والكلام نتاعي راه موثق ومسجل قبل ما يقولوا هما باللي راهم هاد الجماعه راهم حبوا يديروا انقلاب وراهم كذا وكذا وكذا وكذا. الكلام نتاعي راه مسجل موثق. درك فيما بعد واش الشيء اللي صرا؟ هاد الجماعه نتاع بوتفليقه سعيد والجماعة اللي دايرين به حبوا على جل باش يستخدموا القوة ضد الشعب. القايد صالح والجماعة اللي معاه ما حبوش. من بعد هذا بوتفليقة الكلون هذا نتاع بوتفليقة عاود هو تحالف مع هذا التوفيق من أجل على جل باش هما ينحيو القايد صالح. لما هما حبوا باش ينحيوا القايد صالح، القايد صالح كان محاط، خاطر هو في الفطرة اللي هذا سعيد بوتفليقة وكان لاتي بالضامة ولاتي بالبيستاش والنعناع بالتاي وكذا، القايد صالح كانوا يتحركوا في الوقت المناسب. هما قال خلاص يا دوك المادة 102 درك
لما جاو هما يتحركوا للمادة 102 بداو هما الجماعة نتاع بوتفليقة واللي معاه هذا القايد صالح واش اسمه هذا توفيق، لما تحالفوا مع بعضهم بداو يستخدموا في الإعلام الخارجي عن طريق هذ الناس اللي هما بداو يحركوا فيهم. ولعلكم راكم تبعتوا المداخلة نتاعي في تولوز، راكم إخوة اللي موجودين في تولوز، حدثكم عن الانقسام منذ البداية، قلت لكم باللي الناس راها تدعم فيهم جهات وراهم حابين يوجهوا الحراك، ماشي الان راني نتحدث فيه بعد 3 شهور في الايامات الاولى بداو هما يحركوا في جماعه على جال باش قال لها انقلاب وكذا وكذا. درك هما هاد الجماعه اللي مع القايد صالح لما بداو هما يستخدموا في هذا الخطاب هما حركوا لهم هذه الماده نتاع 7 و8 من الدستور. هاي الجماعة يعني في الولايات المختلفة جاتهم من الجنة والناس، هما من الأول كانوا ناقمين على هذا الوضع، ناقمين على المجموعة هذو نتاع بوتفليقة، وقال إيه وعلاش لا مادام القايد صالح راهو درك هو إنحاز للشعب من خلال هذه الرسائل، لما لا؟ القايد صالح هذا درك راهو قائد أركان، وهو مثل ما قلت لكم في مداخلات مختلفة قلت لكم باللي راه منحاوه، بالتالي هو دار عليهم على الجماعة هذو نتوع بوتفليقة. ولما دار عليهم ما كنت عارفوا باللي هذو الناس نتوع الجيش القوة، ما كانش حاجة واحدة أخرى. درك هما باش يحاصروه واش راح يدير القايد صالح؟ مادة 102 هو أنه يجتمع هذا مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني والمجلس الدستوري، وبدأوا ما يماطلوا وهما هاد الناس اللي هما مع القايد صالح عارفين باللي هاد العملية نتاع التماطل فيما بعد إذا كان ما حسموش الأمر في أسرع وقت هما راهم رايحين يدخلوا في الحيط ويعاودوا يلقوا روحهم في الحباس. من بعد خرجوا ليهم الطيطاي قالوا ودي دوك انتم تسلموا الحكم وإلا نستخدم القوة. أذعانوا من خلال القهوة درك الحركة الشعبي هذاك متعاطف إلى حد ما مع القيادة نتاع الجيش، وكان هو رافض البقاء نتاع بوتفليقة ورافض خوه ورافض العودة نتاع توفيق والجماعة نتاعو ورافض هذيك السياسة نتاع اختطافات ونتاع الاغتيالات ونتاع كذا، وعاود تحيات له بعض الامور لا سيما ما يحدث في سوريا وفي ليبيا وفي كذا. وما دام القياده هذه نتاع الجيش ممثله في القايد صالح والجماعه معاه، ما دام هما في النهايه بعد ما كانوا مع بوتفليقه كانوا عارفين باللي هذه الجماعه نتاع توفيق راهم يتربصوا بالاسمو، وجات الفرصه على جال باش هما أعطيت لهم من خلال هذا الحركة الشعبي تحركوهم في الوقت المناسب، قال نستخدموا المادة 7 و8. فيما بعد أذعنوا هذا سعيد بوتفليقة أذعنوا لمنطقة القوة خلاص. فيما بعد تماطلوا حاولوا يتلاعبوا بعدة أمور من بينها نتاع واش اسمه هذاك الاستقاله نتاع رئيس المجلس الدستوري الى غير ذلك. فيما بعد خلاص لحقوا الوسمو، من بعد لما هزوهم دخلوهم للسجن خلاص صحيح. درك هاد الجماعه عندهم امور يتلاعبوا بها. الانقسام هذا اللي الان راهو موجود في الحراك، هذا الانقسام منه ما هو موضوعي جاء نتيجة. أولا مثل ما قلت لكم في بداية نتاع المداخلة نتاعي، هاد الشباب اللي هما درسوا عند بن غبريط ودرسوا عند بن بوزيد وناس مقول بينهم عن طريق الوسائل نتاع الإعلام، يتحدث لك هو مثلا على القضية نتاع المرحلة الانتقالية تسقسيه تقول له انت واش هي المرحلة الانتقالية ما على بالوش، يهضر لك على المجلس التأسيسي وهذو خوانا وهذو كذا وهذو كذا، سقسيه تقول له واش هو المجلس التأسيسي ما على بالوش. مدرسة بن غبريط وبن بوزيد استغلوهم هما في هذا الحراك، وكانوا يروجوا لبعض الأشياء من قبل، استعملوا ناس من بينهم راني كتبتها والناس اللي راهم يعرفوني
راني متحدث معهم في هذه المواضيع بالفون. استعملوا أشخاص في وقت ما، استعملوا محمد تملت هذاك وتمت التصفية نتاعو، استعملوا محمد الوالي هذاك وتم ولي كيداوه، استعملوا هذاك واسمه هذا كامل الدين فخار هذا مؤخرا هذا، وراح استعملوا عدة قضايا من أجل هما كانت السياسة نتاعهم في الرقتسم، كسروا الأحزاب، كسروا الجمعيات، كسروا شخصيات، شوهوا المبادرات، ما خلوا حتى واحد بتشويه حتى داخل هذا الحراك صار اللي يتحرك من بعض الشخصيات اللي يتحرك يجيبوها من وراء من أجل فرض أمر واقع. تسمى كاين جهة اللي هي تخدم هذا الجهاز نتاع المخابرات وراءها جهات أجنبية، بدون ما نضل دخل في التفاصيل راكم تعرفوها، وكاين ناس اللي هما حابين يفرضوا أمر واقع للشعب من خلال على جل باش ما يعطيوش فرصة لهذه العصابات الخطيرة. خطر إذا كان هذه العصابات هذه هي عودة تحكمت وعودة تمكنت، راها رايحة فيما بعد تمارس الانتقام، وبالتالي بقات هذه الأمور دركا لمدة يعني دوك الآن أكثر من 3 شهور. فالمسألة الإخوة درك الشعب جاتوا فرصة تاريخية، وهذا القيادة نتاع الجيش جاتهم فرصة تاريخية. لحد الآن احنا نحمد ربي هو أنه الشعب الجزائري لم يدخل في متاهات مع الجيش، وأنا شخصيا كنت منذ البداية كنت يعني نقول للناس سواء اللي كانوا يتواصلوا معايا أو في المداخلات تاعي المختلفة أو في الكتابات نتاعي، حذاري من أنه تدخلوا في اصطدام مع الجيش، ما لازمش تدخلوا في اصطدام مع الجيش، ولكن في نفس الوقت ما لازمش يكون الإنسان أحمق ويكون الإنسان غبي ويستعمل من أجل إطالة العمر نتاع هذا النظام، لأنه هذا النظام ضق الشعب هذا كاين هناك أسئلة موضوعية مطروحة، شعب هذا على خرج. في البداية مثل ما قلت لكم كانت مجموعات ولا كذا، كان فيه جانب يعني موجه، ولكن فيما بعد راها الأمور بدأت تتغير، خاصة بعد سجن توفيق وطرطاق وسعيد بوتفليقة وإلى غير ذلك، بدأت الأمور تتغير. شعب هذا لك علاش خرج؟ يخي خرج من أجل تغيير النظام ولا راني غلط؟ والشعب هذا راهو رافض هو أنه يروح للانتخابات بالأشكال القديمة، والدليل في ذلك ها هو درك بالدستور هذا اللي داروه، هذا الناس اللي كانوا هما يروجوا يقولوا باللي هاد الناس راهم رايحين يخرجوا للدستور، هم دوك الان هما راهم خارجين عليه، وريو لي ماده في الدستور اللي تسمح الرئيس هذا الدوله باش هو يمدد الحكم نتاعو، لا توجد. وريو لي ماده في الدستور اللي هي تسمح بتاجيل الانتخابات من طرف هذا رئيس الدوله بين قوسين، لا توجد. بل المادة اللي راها موجودة في الدستور في المادة 102 تقول باللي هذا رئيس المجلس الدولة عنده 90 يوم محددة، أقصاها 90 يوم محددة باش هو يجري الانتخابات، وهو راه درك فشل في هذه الانتخابات وفشل في الحوار اللي راه يناديو عليه. في المقابل كاين هناك رسائل وكاين هناك مبادرات موجوده، لا سيما المبادره اللي طرحها احمد طلب ابراهيمي وراني تحدثتكم عليها على جال باش ما نعاودش نفس الكلام. جات فيما بعدها هذه المبادره اللي طرحوها مجموعه من الدعاة وعلى راسهم وش اسمه عبد الرزاق قسوم، دكتور عبد الرزاق قسوم تاع جمعية العلماء المسلمين، ومعه مجموعة من الدعاة اللي ذكرت من بينهم يعني مؤخرا هذا الدكتور العربي كشاط اللي معروف في باريس، معروف حتى في الدول العربية، إنسان يعني متمكن لبس عليه، إنسان ما شاء الله عليه، ورغم هما زكاوا هذه المبادرة تاع أحمد طالب الإبراهيمي كانت يعني شغل حاجة معها إضافة. واش قال؟ كش ما قالوا حاجة، قالوا مرحلة انتقالية. وكاين بعض من الناس اللي هما لما تتكلم مرحلة انتقالية شوفوا فيها كأنها خيانة،
ايش خيانة؟ اولا هذه المعطيات اللي راها موجوده دوك عند الشعب ليست هي المعطيات اللي راها موجوده عند القياده نتاع الجيش. اذا كان دوك مثلا هذه القياده نتاع الجيش راها تشوف هي في العامل نتاع الوقت راهو راح يخدم هذه العصابه، ولكن الشعب ما عندوش هذا المفهوم. يا هل ترى راكم جبتوا ناس مثلا محللين سياسيين في قنوات فضائيه راكم تشرحوا لهم في المخاطر نتاع هذه العصابه في التهديدات، يا وتجيبوا ناس عندهم مصداقيه، مش تروح تجيب لي انا واحد كيما بونجمه، ولا تجيب لي ناس اللي هما كانوا في راهم دوك التسجيلات موجوده يا صاحبي، نفس الوجوه اللي كانوا هما يضربوا في الزرنه البوتفليقه والجماعه نتاعو الان صاروا يضربوا في الزرنه القايد صالح والجماعه نتاعو نفسهم، باستثناء درك هادو دوك مثلا الجماعه اللي راهم درك كيما شوشان والله هذا، وانا ما نحطهمش معاهم حتى اذا كان نختلف معاهم، ولكن الانسان يكون موضوعي ويكون منصف ما نحطهمش معاهم. هذو الناس كانوا هما ضد القياده نتاع الجيش، مش الان، في بدايه نتاع التسعينات كانوا ضد الانقلاب ودفعوا ثمن. حتى اذا كان راهو عندهم تحول راه عندهم معطيات خاصه بهم هما، الله يسهل عليهم نختلف معاهم، ولكن انا ما نوضعهمش انا مع الفئه نتاع عماره بن يونس وهذاك وش اسمه ايوا الاسماء نتاعهم تجي الواحد تجي ثقيل عليه، ما لازمش الواحد يوضعهم معاهم. وفي نفس الوقت كان الناس اللي راهم دركهم ضد التوجه ومن حقهم، درك مثلا جماعه دوك اللي راهم مثلا كيما هذو جماعه نتاع رشيد، انا نقول الجماعه واستثني منهم ناس ما يعني ولي والو، انا الناس اللي نتحدث عليهم كي نقول الجماعه نتاع رشاد نتحدث عليهم بالاسماء، اربعه ولا خمسه من الناس، زيطوط عباس عروه مراد هنا هذاك وش اسمه المحامي هذاك محامي راه لي الاسم نتاعو مش كان معاهم في وقت سابق كورونيل هذاك السمراوي دوك راه انسحب، هذو المجموعه اللي نهضر عليهم الباقي ما يعني ولي والو، حتى اذا راهم منخرطين معاهم ولا داخلين معاهم ما يعني ولي حتى شي، لخطر هادو اللي هما كانوا في مرحله من المراحل هما اللي كانوا يناضلوا هما اللي كانوا يدفعوا في الاثمان، هادو اللي جاوا فيما بعد هادو اللي ظهروا بعد 2011 وصاروا لقاوهم منبر على جلب باش يتحدثوا هادو ما يعني ولي والو. انا وهاد الناس اللي راهم درك الضباط اللي نتحدث عليهم انا هادو تاخذوا موقف عندهم راه مسجله شوشان وحسين نحيوكم بالمناسبة، فهمت؟ نختلف معليش مش مشكلة في وجهة النظر تاعنا ولا في الأمور، ولا كاينة أمور موضوعية خطر علاه لو كان رانا قراب لبعضنا رانا نتلاقاو ونتحدثوا في أمور ربما يعطيوني هما معطيات ولا ربما نعطيهم معطيات، ربما هذه الاختلافات اللي أنتم راكم تشوفوا فيها ما تلقاوهاش لا مع هاد الجماعة نتاع رشاد ولا مع جماعة نتاع هادو تاع الضباط ولا ناس آخرين. درك مادام راه مكانش اتصالات مباشرة الاختلافات هذي تكون المالونتوندو هذا يصرى، ومرات واحد من الدار خوك ولا بن عمك ولا في الدار مع الزوجة نتاعك مع ولادك واحد يكون فاهم فهمة وواحد يكون فاهم فهمة، من بعد لما يصرى النقاش والله اسمح لي والله انا ما كنتش فاهم هكذا كنت فاهم هكذا، فما بالك انت تحكي في مواضيع اللي تحتاج هي معطيات وتحتاج تفسيرات وتحتاج تحليلات وتحتاج تكتم وتحتاج اسرار وتحتاج كذا، فامور نورمال. اذا الاخوه والاخوات كانت هناك مجموعه من المبادرات، يعني من بين هذه المبادره نتاع الجمعيه نتاع العلماء اللي ظهروا فيما بعد بعض الاطفال هذو اللي كما قلت لكم انا المدرسه نتاع بن غبريط ونتاع بن بوزيد وبداو يطعنوا لانه راهم تحدثوا عن المرحله الانتقاليه، ونفس الشيء فيما يتعلق باحمد طالب الابراهيمي، ومنهم من يتشدق بانه باديسي ونوفمبري. هذا احمد طالب الابراهيمي باباه هو الرئيس نتاع جمعيه العلماء المسلمين بشير الإبراهيمي، أو بن باديس ما حضرش للثورة، البشير الإبراهيمي اللي حضر الثورة،
والنوفمبري أحمد طلب الإبراهيمي راه كان مسؤول في فرنسا تاع جبهة التحرير، مسؤول وكان في السجن، كان مع هذا القيادة اللي هما بن بلا وبوغياف وإيد أحمد، كان معاهم في السجن. ويجيك واحد قاري عند بن غبريط وقاري عند بن بوزير ويبدا يهضر لك باديسي نوفمبري. هذا الطاهر يتعالجات، شيخ طاهر يتعالجات، مجاهد وإلى غير ذلك بدون ما نظل نذكر في الأسماء. يجيك واحد هو يطعن في هذا الجماعة، لماذا؟ لأنه راه قال باللي راهم راح يديروا فترة انتقالية، والجماعة القيادة نتاع الجيش مادام هو راه ثاق فيها، والقيادة نتاع الجيش قالت باللي لازم تكون انتخابات. واش الشيء اللي درك حصلتوا عليه؟ هاهم درك ألغاو الانتخابات، هاي هذا العيب اللي نتوما ربحتوه مع كثير من الناس، حتى غير لو كان جيتو مثلا راكم فاهمين ولا راكم تقنعوا في الناس وعندكم معلومات، والله قال يا ما عندك والو، ما عندك والو. فترة انتقالية مثل ما قلت لكم، تسألوا تقولوا واش هي الفترة الانتقالية، ما على بالوش. واش هو المجلس التأسيسي، ما على بالوش. انتخابات، انتخابات اخويا، خايفين من الانتخابات. على بالك باللي المجلس التأسيسي هذا راه هو برلمان، برلمان منتخب، ناس هما النظرة نتاعهم قبل ما تروح نتاع للانتخابات الرئاسية، هما يشوفوا باللي تمر نتاع عن طريق البرلمان، يتحل هذا المجلس الشعبي الوطني وتروح الناس للانتخابات البرلمانية. هذو اللي مأمنين هما بالمجلس التأسيسي. مجلس تأسيسي وش هو؟ هو برلمان منتخب. الفرق بين البرلمان المنتخب والمجلس التأسيسي هو أنه هذا المجلس التأسيسي يدير الدستور، مش انتم الآن ضرك راه الناس حاصلة في الدستور. واش الشيء اللي راهو صار يضرك؟ راهو ضرك هذا ضرك عبد القادر بن صالح راهو في إطار تاع الدستور، وهذه الانتخابات هذ الناس اللي راهم ضرك هما في الحراك، راهم ضرك هما قالوا باللي احنا نرفض بن صالح ونرفض بدوي ونرفض هذاك نتاع الفلان اللي راهو في المجلس الشعبي الوطني، رفضوا الانتخابات، ما قدرش يدير الانتخابات وما قدرش يدير الحوار. واش راح ديروا؟ تعاودوا ديروا الحوار وتعاودوا ديروا الانتخابات، واش هي النتيجه؟ يعني ثلاث شهور درك والشعب رافض الانتخابات ورفض الحوار مع هاد الناس، يعاود درك هو يزيد يعاود يقبل بالانتخابات ويعاود يقبل بالحوار، ما يقبلش. ودرك هاد الناس انتم اللي درك هادو المعارضين اللي انتم تشوهوا فيهم، راح تنتظر منه دوك انت لما تعيط له، تعيط له على واش؟ بصفتك واش باش تعيط له انت باش يجي يتهضر معك؟ بصفتك واش باش يتكلم معك هو ويتحاور معك؟ على واش؟ على التقاسم نتاع السلطه. هاد الناس اللي راهم درك هما عندهم وجه نتاع نظر، يقول لك باللي هما يكون هناك مجلس تأسيسي. يا خويا نحترمو، نحترمو، وقالوا دي انا راني نشوف باللي المجلس التأسيسي هذا ما لازمش يكون، ونعطيلو الادله علاه. هاد الناس اللي راهم درك قال هما يامنوا بالانتخابات نتاع 4 جويليه هذه التي الغيت، هاي قال مثلا انا علاش انا نقبل باش تكون الانتخابات في 4 جويلية، لانه قال مثلا هذه العصابة راها تسعى على جال باش يكون عندها مثلا متسع من الوقت، والله لابد هو انه احنا نضايقوها، ولابد كذا، ولابد احنا ما نبقاوش في هذا مثلا الفرق، لازمنا كذا ولازمنا كذا، وتقنعوا وتقبل بالرأي نتاعو او تحترموا، بصح ماشي تقول له انت خائن. تذرك الناس يروح يدير لك افطار جماعي ولا يدير لك صورة، ومن بعد قال الناس هاي سرقت له الافكار تاعو، والناس هذو اللي ناضلت والناس اللي حرت البلاد. تجي نتايا انسان ابن علامه تتهمه باللي خائن، يا واحد الخائن، تتهم انت انسان ابن علامه اللي هو كان دكتور قبل ما تخرج انت للارض، يا اللي قاري في مدرسه بن غبريط، وتجي تتهمه انت بالخيانه،
تتهم انت واحد مجاهد انسان حافظ نتاع القران في ليله القدر، تتهم انت باللي خائن، تتهم انت باللي زوافي، يا واحد البيدون، يا واحد الراس المسكر، وتحشموش. قال اخويا، قالها وطريق اخويا، انا راني نشوف باللي الطريق هذه راها طريق غالطه، قنعني اعطيني علاش. اذا درك هذا الانقسام هذا منه ما هو موضوعي. كاين صراعات اللي هي عاودوا احيوها، صراعات كاينه هي موجوده، هذه قضيه نتاع عربي وقبيلي هي لم تخلق الان، راها من قبل الثوره. راكم تعرفوا الحزب نتاع القبائل اللي حبوا ينشئوه، واش صرا في نتاع اللجنه المركزيه نتاع مع مصالي الحاج، واش صرا اثناء الثوره لما اعدموا عبان رمضان، وما زالت الناس تحمل احقاد، وما زالت الناس تحمل ضغائن الى غير ذلك بعد الثوره نتاع الاغتيال نتاع واش اسمه خيضر وكريم بن القاسم، ومنها نتاع ليمسيلي هذيك في فرنسا، واغتيالات كثيرة، وحتى درك هذه الأمور التي حدثت في هذه الأونة الأخيرة هذه نتاع هذه كمال الدين فخار، والله هذه راها داخلة في هذا الإطار تاع الصراعات اللي هي موجودة. هذا الصراع نتاع بني مزاب كنا احنا تحدثنا عليه يعني في وقت سابق في 2008 لما قتلوا هذاك الأستاذ هذيك، وصارت فتنة كبيرة في بالريان. فهذه الصراعات هي موجودة، والناس درك هي كما تشوفوا راها صارت فيها أعلام موجودة في الجزائر، وذوك هاد الناس لما راهم يخرجوا في ولايات مختلفة كل واحد راهو يغني بغناه، اللي راهو عنده توجه مثل ما راكم تقولوا انتم بديسي ولا نوفمبري راهو يعبر هكذاك، واللي راهو عنده توجه نتاع كريم بن القاسم ولا نتاع عبان رمضان ولا نتاع معطب الناس راهو يعبر بالتعبير تاعو. وما دام راكم انتم قلتوا في وقت سابق ما نقبلوش حنا التأطير تاع الحراك، لأنه منكم اللي هو يعتقد من أنه التأطير تاع الحراك هذاك خلاص لابد هو أنه يبقى يتحرك، إذن الناس راه أمام أزمة. هل الجماعة اللي راهم دركم في الجيش راهم أمام أمر واقع، لأنه راه كاينة فيه ضغوط خارجية، وفرنسا مثل ما قلت لكم في تسجيلات سابقة وأمريكا ما راهمش راحين يبقاو يتفرجوا. الشعب درك هو راهو بدا ينفذ الصبر نتاعو، راه دوك الناس اكثر من 13. الناس اللي راهم درك في المؤسسات الامنيه وفي الجيش نفس الشيء، راهم ثاني خاوتنا وراهم جزائريين وعندهم عائلات وكذا، راهم ثاني يتعبوا وكذا، وراكم شفتوا التحرشات اللي راها تجري، ناس تسب، ناس تتهم، ناس تلفق، ناس كذا، وشفتوا العمليه نتاع الاستغلال والعمليه نتاع الاختراق. وفيه راه درك هذا يتربص بهذا، وكان الجماعة اللي راه ما عندهم توجه علماني رافضين، الناس اللي عندهم توجه إسلامي، لعلكم راكم طلعتوا مؤخرا التصريح هذاك نتاع مقرن آية العربي اللي كان هو في وقت من الأوقات في النظام ومعينه في مجلس الأمة ولبس عليه وترانكيل ومخصو والو إنسان عقل، راكم شفتوه درك في المدة الأخيرة التصريح نتاعو الأخير هذاك، يعني بطريقة يشير الى الاسلاميين وخوف نتاعو من، يعني لو كان تروح تمشي الانتخابات دون هو انه تكون هناك راهين فيما بعد يديوها الاسلاميين، اللي فيما بعد راهم راهين يضايقوا هاد العلمانيين وكذا. نفس الشيء فيما يتعلق بالناس الاسلاميين، راهم درك بيناتهم هادو السلفيه هادو راكم تعرفوا التفاصيل الصوفيه تعرفوا التفاصيل. بالتالي درك حنا في ظل هذه المبادرات اللي راها موجوده، في ظل هذه الدعوه هذه التي تحدث عليها هذا القيد صالح حول الحوار، وفي ظل هذه المخاوف، في ظل هذه التوترات اللي راها موجوده، في ظل هذا الاحتقان، في ظل هذا الانسداد، الجزائر الى اين، وين رايحين؟ هذا دوك الناس مش قابله تنظيم نتاع الحراك والتأطير تاعو، والشخص اللي هو قال مثلا يجيب مبادرة يصير دوك نتاع هذو مجموعة نتاع جمعية نتاع العلماء يطعنون، ويطعن درك مثلا درك هذا واحد كيما أحمد طالب إبراهيمي، ويطعن القايد صالح، والناس كلها مطعونة، كيف رايحين حنا نلقاو مخرج؟ كيف حنا رايحين نلقاو حل؟
أنا الشيء اللي تحدثت عليه ليس من الآن، بعد الحركة نتاع 22 فيفري، الناس اللي راهم يعرفوني منذ سنوات، وكنت نحذر التسجيلات راها موجودة وموثقة ومنشورة، وقلت لكم باللي لابد من الإسراع إلى إيجاد مخرج قبل ما يعنوا الوفاة نتاع بوتفليقة. الكلام تاعي راه موثق، راه يجي النهار اللي لما تفلت الزمام نتاع الامور المبادره راه واحد ما يقدر فيما بعد يتحكم. كم شفتوا دمروا الاسره عن طريق الاعلام، دمروا المدرسه، دمروا المسجد، دمروا المجتمع، شكوا الناس في كل شيء، شكك في العلماء، شكك في الرياضيين، شكك في السياسيين. الناس فقدت الثقة في الشخصيات، فقدت الثقة في الأحزاب، فقدت الثقة في الجمعيات، فقدت الثقة في الحركات. كيف راح نتلايمو؟ كيف راح نلقاو حل إذا كان إحنا ما نحترموش بعضنا البعض، إذا كان إحنا ما نقدروش بعضنا البعض؟ تيجيك أنت واحد بدا البارح يناظرلك في 22 فيفري، صاروا يتهموك ويقول لك باللي أنت كاشير، راكم سمعتوها وشفتوها، ما على بالوش لا من كوع ولا من بوع. إذن الإخوة والأخوات، إحنا الآن أمام مأزق، كاين أمور موضوعية جات نتيجة نتاع صراعات اللي قديمة حيوها، راه كانت فيه صراعات من قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة. يكفي هو أن نذكر بالقضية نتاع شعباني، قضية نتاع قيادة الأركان، وقضايا كثيرة راه حدثت في البلاد، قضية نتاع الحاج بتو، قضية نتاع بلوصيف، قضية نتاع التسعينات، وهذه الأحقاد اللي راها كانت موجودة نتاع هذه نتاع الاختطافات ونتاع التهذيب ونتاع القتل ونتاع الفساد. هذه الناس خايفة، خايفين من الشر اللي داروه، خايفين من الانتقام، أمر طبيعي. لذلك أنا كنت قابل هذا 22 فيفري، كنت يعني درت بحث ودرت دراسة في هذا الموضوع، شفت باللي المخرج الحقيقي للأزمة الجزائرية هي المصالحة، ولكن نوصلوا لها كنتيجة. النظام هذا يروح ويكون، قلت لكم أنا باللي يكون المخرج عن طريق مؤتمر داخل الجزائر وفي الخارج. مؤتمر احنا انا الله غالب شي اللي خصني، وش هو اعلام راكم شفتوه مع مره وماشي، والاموال لو كان مشى الافكار، هذا هو الصح، هذا هو الطريق تاع الصح. هو مؤتمر في الداخل وفي الخارج غير خاضع للاحزاب وغير خاضع للسلطه، يشاركوا هذو اللي راهم في الناس اللي راهم داخل السلطه، يعني يكون تحت الحمايه نتاعهم، حمايه ولكن دون انه يفرضوا شروط نتاعهم، لانه هذه الامور تاع الدوله. الدولة كتعرفوا اللي ما يشل الجيش، الدولة راه فيها شعب، فيها كلش، مؤتمر من أجل البلاد. أنا من هذا المنبر أوجه النداء لشرفاء الجزائر، هاو المخرج، مؤتمر داخل الجزائر ومؤتمر في الخارج، لأنه هاد الناس اللي راهم في الخارج كاين هناك علماء، كاين مفكرين، كاين أساتذة، كاين ناس راهم مواصلين للنازا، راهم مواصلين حتى للمريخ، كاين طاقات كثيرة. فرصة هو أنه نجمعوا هذه الطاقات داخل في الخارج، ونفس الشيء في الداخل، ويشاركوا الناس اللي راهم في الحراك، وتتعاون الناس مع بعضها البعض على جل باش تلقى مخرج للجزائر. يا سيدي ضرب قال راه هذوك مثلا ألغيت الانتخابات، يحضر لهذا المؤتمر هذا، تكون شخصية وطنية ومعاه نائبين، راني قلت تكون أحدهما امرأة، وتشتغل الناس على هذا المؤتمر في الداخل وفي الخارج. في الخارج أيضا يكون شخصية، يكون معروف هكذا، ويكون معاه ثاني نائبين أحدهما امرأة، ويحصل هناك تنسيق، تكون فيه مشاورات دون إقصاء، ويكون الهدف هو النهضة بالبلاد دون تصفيه تاع الحسابات. وهذا الناس اللي راهم هما داخل الجيش، وراهم درك هما
تعطى لهم الفرصه في هذه الفتره من اجل التضييق وضرب الخناق على هاد الناس اللي راهم درك هما يسرقوا في الاموال تاع الشعب، وفيما بعد تؤسس الدوله على اسس صحيحه. وهذه المرحله الانتقاليه احنا اللي نتحدثوا عليها، كاين بعض الناس اللي هما مش فاهمينها. هاي الناس هكذا كنت في مرحله انتقاليه، راك في مرحله انتقاليه الان راك في مرحله انتقاليه. وش هي المرحله الانتقاليه؟ مرحلة انتقالية هو أنك أنت تنتقل من نقطة ألف للنقطة باء، بيناتهم تسمى مرحلة انتقالية. تنتقل تسمى شغل همزة وصل بين مرحلتين. تراك مش ياك تقول ضد النظام، هي وجهك راح ديرك راح دير نظام واحد آخر. إذن باش أنت تمر للنظام الآخر لازم تمر حتما مش خيار، حتم عليك على جال باش انت تمر عن طريق مرحلة انتقالية. ونعطيكم كأمثلة من الواقع الجزائري. بعد ما استقلت الجزائر سنة 1962 ما داروش مرحلة انتقالية. وين وصلنا؟ وصلنا هو انه داروا بنبلة. واش صرالو؟ صرالو انقلاب. لماذا؟ لأن الدولة لم تكن مؤسسة على مؤسسات وعلى أسس صحيحة. حكم بومدين ما كانش حال مرحلة انتقالية، يحكم بحكامه. فيما بعد صفاوه لما جاء الشاذلي واش صرا؟ داروا مرحلة انتقالية. ما داروش مرحلة انتقالية، واش صرا فيما بعد؟ حكموا به إلى غاية أنه داروا الانقلاب. داروا مرحلة انتقالية، ما داروش مرحلة انتقالية. واش جابوا؟ جابوا بوضياف بدا يخرجوا عليهم على الطريق، يلاه عطاولو الحس قتلوه. ومن بعد واش داروا؟ داروا علي كافي، داروا مرحلة انتقالية، ما داروهاش، حكموا به مدة ويلاه اطلق الخط الزروال. داروا مرحلة انتقالية، ما داروهاش. من بعد زادوا رغموا زروال لا راح. من بعد واش داروا؟ داروا مرحلة انتقالية، ما داروهاش. شكون جابوا؟ جابوا بوتفليقة. بوتفليقة قضاو به مدة نتاع 20 سنة، يعني من 62 ما كانش مرحلة انتقالية. كاين الناس اللي راهم يقولوا كذبة، ما كانش مرحلة انتقالية، لأن المرحلة الانتقالية احنا اللي رانا نتحدثوا عليها هي التي تؤسس للنظام على أسس صحيحة. هذه المرحلة الانتقالية اللي نتحدثوا عليها، بمعنى أنه يكون هناك عندك برلمان يعني مبني فعلا على إرادة شعبية، وانتخابات رئاسية مبنية فعلا على إرادة شعبية، والدستور أيضا يكون مبني على أسس صحيحة، والمؤسسات القضاء وكذا إعلام كل شيء تكون مؤسسة على أسس صحيحة. يا خويا أنا ترك رايح تبني جمهورية جديدة، علاش راح دير التغييرتين؟ تغير شخصا يو دير واش حبيت. درك لو كان دير انتخابات ودير درك مثلا جماعه راهم يحوسوا يديروا احمد طلب ابراهيمي بالانتخابات، والله ما توصل النتيجه. هاي غير قادر هو يموت في اي لحظه وتعاود ترجع لنقطه الصفر. اللي خصنا هو مشروع نتاع مجتمع، بحيث هو انه نقبلوا بعضنا البعض. يا خويا ما نمسش انا الثوابت ونقبلوا بعضنا البعض. كاين خطوط حمراء للجميع، وارواح نشتغلوا مع بعضنا البعض، وتمشي الناس خطوة خطوة لبناء جمهورية جزائرية جديدة. وخمم في الأجيال، ما تخممش في روحك أنت. واحد راه يشوف في روحه نائب في البرلمان، واحد يشوف في روحه وزير، واحد يشوف في روحه ما على باليش أنا كذا. ودوك الآن الناس صار ترى كل واحد من جهة يمنع في الناس على جال باش هما حتى يهزوا مجرد لافتة، ولكن هو يدير واش يحب. فهمت؟ ترى عندك الصوره نتاع بن باديس، الاخر عنده الصوره نتاع معطوب بالناس. خطر عليه انت راك تهدد فيه، هو راه يشوف فيك بلي تهدد فيه. تتحدث باللغه نتاعك هو يتحدث بلغته، ما تجيش انت تفرض عليه. نهار اللي نلقاو احنا خطوط العارضه هو انه نحترموا بعضنا البعض. قال اخويا انا هذه كلمه ممنوعه ما تقولهاش، قال هذا الإعلامي يوحدنا، قال هاي الأمور، وتكون وفق حوار وفق
نهار نوصلوا لهذيك الامور وهذيك الثقافه فيما بعد حنا نمشيو. لكن مادام هذا الانقسام راهو حاصل، المستفيد شكون هو؟ مستفيد هاد الناس اللي راهم دوك يبحثون على ظروف على جال باش هما يديروا الانقلاب للمجموعه نتاع القايد صالح، او هذه المجموعه اللي راه مع القايد صالح هما تحللهم الامور مادام راهو الانقسام موجود على جال باش هما يديروا واجهه جديده، او هذه الدول اللي راه هي تترصد للجزائر ايضا راها رايحه هي تلقى الفرصه مادام راهو كاين انقسام وكاين كذا، كما يقولوا تا كنا واحد واحد. فيما بعد الخاسر شكون هو؟ هو الشعب، الخاسر هي الجزائر. لذلك الاخوه والاخوات هذه فرصه تاريخيه، سواء الناس اللي راهم داخل الجيش او الناس اللي راهم في الاحزاب او اللي راهم في الحركات او في الشعب يعني على مستوى 48، فرصه تاريخيه اذا احسن الاستغلال تاعها راها الجزائر راها تصير من الدول التي يحسب لها الف حساب. اذا كان لم يتم يعني استغلال هذه الفرصه للاسف الشديد الجزائر ماشيه المجهول. هذه باختصار كلمتي، ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.